زربان قاري خدام بلبيها مع كابي بلبي بلبيها. وغادي غادي قصة وحكاية البويا المرايا اللي نشوف في راسي ومالي مالي شبيت الحالي فراق الغالي تمنيتك حدايا خليتي غمرة واقفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها خليتي غمرة واقفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ونقوم جديد بنتوز وعامة وبنات الحديد يحتاج لحبيب معاه قريبي وعزيفي حبيبي أنا ما بيد وحيلة راه تشوى وقلبي هنيتك فيه أنا يا غنداوي خليتي غمرة واقفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ونقوم جديد جديد دنيا دوامة وقوم جديد لا تروز عامة وبنات الحديد. والله ما كرهت الحفاد لابيسين برد هاد الأعصاب اللي فيها وتكب بالغاز وجع العافية في راسك حسن يا ويلي يا ويلي هذا كنقول خويا حكم لا فيه راي حكم الريح اللي حاكم مالك تبان بيع ليها القصدير صدقتي بيع ليها الاوبال ولا ما عرفت شنو سميتو راه غادي يكون حمزه ويقربني مسكين بغينا نكحلو لها عمينها بقى فيا غير هي كتفطح ليا بالملاير وولدي راكب ليا على تروتينات سرو هو اللي دار لها الوكاله ما كون دار لينا حنايا كنا حنا كنتفطحوا في الحديد دابو حاصدين كلشي بزاف عليك الحصاد لا انت ولا هو بقى فيا غير فلافي راه كيقولوا تهامي موالد غا فاطمه الدنيا ولات غدا بالمقلوب هذوك راه المنافقين في هذيك لافيراي في الأول ما كانت يحملها حتى شي واحد دابا كلشي تابعها بحال الكلب معلوم لقيها كنز كلشي غيبغي ينتف منه سبحان الله ما كتبدا تخمم حتى كيفوت الفوت با والد خراجة الله يرحمك با الله يرحمك تهمي داري فلوسو قتلو بالفقصة حيت كان نية وفاطمة غادي لنا فلوسنا حيت منير وخالو مكلخين ما كتشوف فيا مكلخ شتي غيجيك مليح نوضي تلاحي في لابيسين انتي انا غنتلح في جهنم الكحله وزيدها بالنفخه النفخه على الخاوي كلخ مبروك عليك المارشي نيكولا بنت عمي مبروك عليك فاطمه علاش مبروك بالضبط حيت صوفيت الطرح ولا حيت الحديد ديال نيكولا كان عقص ديرو بوراج كنتو عارفين البلان عجلوق وما نبهتونيش الكبار حنا غندخلو سوق ماشي سوقنا كل شركه تتعلق بالكره وحنا ما كنا نتحشم ما حتى شي حد علاش هذا ماشي منكم ماشي من صاحبكم الله يرحمه ولا حيت مازال ما درت بلاصتي انا فاهم الشغل كي غادي هنا داكشي علاش عرفت حسن والحمزاوي غادي يغدرون كل واحد كيدير شي عوج شي مسجد تعرفوا المارشي مدرح وما تقولوهاش ليا دوزناها ولكن تعرفوا حسن غادي يحرش عليا الحمزاوي باش يغدرني ما ندوزهاش تنتوما ما خصكمش تدوزوها اولا حتى دابا غتولي معانا وغنبداو نوريوك المارشيات اللي ما منهم شيء وما بغاو يلعبوا بك وليتك ربحات فاطمة هادو خصك تشكريهم خصني نشكر راسي حيت انا اللي عرفت اش مخبي وسط الطوب والقصدير هادي حصلة ورضوك فيها وخرجي راسك منها دابا ندوزو للمعقولة الكبار حسن ورباعتو يوقروني ويخلوني نخدم في خاطري
ولا غنتصرف انا. هذاك حسن حنا غنتكلفوا به. هاشمي هذا الجهد. الله يعاونكم. تبارك الله على السي العربي، والله العظيم اللي كنشوفك كنفرح. ورا خاصك تفرح، هاد كنبان لك بحال شي 4000 زرقاء غادا على رجليها. لا المحبة السي العربي وصل. تجبر راسك معايا، هذاك التبوهيل ديال كاس حياتي خلي عندك، ما ديروش عليا انا. واش غندير لها السي العربي؟ راه راسها قاصح تقول واش على ست هامي. الشريف انا كنخلصك باش دير خدمتك، انت خدام معايا انا وما طالبش منك شي حاجة صعيبة، هضر على السهلة. تا هي داكشي داز عليها راه ماشي ساهل. لا لا بنتك حوريه خاصها تنسى الزواج ديالها بالتامي الله يرحمه، فهمتي؟ راه صعيب تنسى راجلها. غتستطيع سير دير على شي حد اخر، ما ديرهاش عليا انا ولا جنب بنتك. رجليها ما يعتبوش للزنقه، ولا باغا دير راسها في فاطمه وخديجه راه ما غتقدش عليهم. السي العربي باش نساو راه خاص نيت. اش ما كتشبعش؟ ما عندكش جيب ياك؟ ياك درنا مره في السيمانه تعاود سودي. لا باك شد، باقي عمرك ما شديتي قدم في حياتك. بغيت الكتبه ديال هاد الفيلم تطلع ما نعاودش نشوفه، فهمتي؟ سي العربي انا ها الكاغر شتيه والكتبه طلعات. لا لا انت معلم، لا واعر عجبتيني تبارك الله عليك. واش كتسطى عليا ولا شنو؟ وداك الكناش اللي عاد العدو واش غنديروا فيه؟ اخبارك الوقت بدلات؟ دابا راه تمشي للمحكمه تخرج لك في نهارو. جمع بنتك ورجليها ما يعتبوش برا الدار، ولا دات راسها فاطمه وخديجه قسما بالله داك جوج تيعطسوا يا تيخبروا لها الشقف. بغينا نوريك حسن النيه. لا هو حسن السيره والسلوك خنصوب لك لا كارت انا. جمع راسك معايا يا علال ودق لها المسمار تما ما تخلاش تخرج. كون هاني الله يعاونك. جلس فين غادي؟ دابا نوصلك. وحشومه يلا دورتي معايا وتوصلني من الفوق. هاني ناز الزمر جلس الله حبك، راه غيولي شايفنا شي واحد هنايا غنوليو في مهيومه لونوها. جلس الارض. ديني للدار. خدام عندك انا طاكسي علال زقي معايا. هذيك بنتك الا مشات تازل قالت لك غتمشي فيها انت هو انا وغنمشيو فيها كاملين. ونهاني اخر مره نسمع هاد هاني ولا غنلقاها معاك. غادي ندير لها المؤبد في الدار وحنا غنشوف. اخي فين غادي نمشيو؟ غنمشيو من هاد الدار حبيبه ديالي، ما بقيتش قادره نزيد نهار واحد هنا. غادي نخويو هاد المدينه، غنمشيو شي بلاصه ما يلقانا فيها حتى شي واحد. فين غادي نجلسو؟ عطلنا فين نجلسو؟ ناخدو شي اوتيل ولا نكريو شي دار انا وياك. المهم بعدو على العلم. هيا كنكملو كاكاكاية. عرفت وكان كيتعدى عليك. عرفت فاش كنكضربك راني انا اللي كنت كنموت حيت انا السبب. ما بقاش شي واحد غادي يقرب شعره وحده منك حيتاش انا معاك. صافي؟ صافي اوكي يا بيت بين وش غادي يجي هنا؟ غادي يجي هنا عيش. بون كوموند والدوفي ديال بوزو بالهواء. اوكي جو مون اوكيب. شيري مالك؟ شيري مشيتي عند فاطمه باركتي ليها على لوبال ولا كتسنى حتى تاخذ لها شي كادو؟
فاطمة اللي ربحات ربحات الراسة. أنا اللي بغي نعرف هو كيفاش دارت لها؟ ما دارت والو. أن كو تشونس. جو بونس باك سوسوا أن كو تشونس. فاطمة من نهارها وهي مرضية. من نهارها قلت عليها وهي واقفة راجل مع با. أنا وياك عارفين هادشي ما كيجيش برطة. فاطمة تعلمت تحرميات مع التهامي في لافيراي. ولي كومبيتونس هما اللي كيجيبو لي مارشي. أتون سكرا إلي تخي كومبيتونت. شرب لي القهوة مع راسك وبراد وتفطح شتي نتايا انت مقسمة على الارض ما تجيب اخبار ياك لا باش شنو كاين عاوتاني اختك مالها كتحكر على خويا وما عطيهاش احتقار ماما واش ما عيشتيش من هاد الكاسيطة كل مرة كتعاوديها ليا لا 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 انت فات فيك الفوت شتي وليتي انت واخا نتك عند الطبيب غيقول لي غير خليه رضيه حتى يتم الأمانة أمانته انا بقى فيا خويا مسكين اللي الكبار ديال لافيري تقلبوا عليه وتا واحد ما بغى يخدم معاه اختك جالسه كتفطح ليا مع راسها وكلشي بغى يخدم معاه بحال لافيري خلاها ليها باها وراه خلاها ليها باها خليتيها لها انت تستاهل ياك الخساره عوضاتها فين هو المشكل المشكله وليدي فيك انت حيت اختك فاطمه غتبقى تلوحنا للتوش وترمي لينا الفتات ونبقاو حنا نقبوا بحال عتاتك هذاك الشيء ديال با الله يرحمه ماشي ديالنا حنا ما خصناش نعولوا عليه ولاش مجيور الورد لاش كاين باش نعاونوا به راسنا في البداية فهمت هذه كنقولها لك وليدي والله فاطمة لا خلات لك باش تنقص منك عتي وليتي كتخنقيني بزاف كنخنق عشي في الغادي انا كنخنقك الا هضرت معك كنخنقك وفي الغادي بعدا فين هي كنتي ما قاريش ما بقيتش قادر عليك اللهم صدع الزنقة ولا صدعك انت ياك دابا انا وليت كنخنقك ياك ايوا ولدي ومتيا وتعذبي عليهم وفي الاخر يقول لك كنخنقك الله يهديك ابو نيره وليدي الله يهديك مش حصلات فين غادا الحمام ما غادا فين على كمال توحش البحر شويه وقلت ندي شي يومين لوالديا ورجع هكا كمال والديا والحوايج كاملين هذه اليومين لا هضروا الحوايج يلا الله يعاون العونات علال كما كيوسخ حوايجو خصني كل ساعه نبدل اللي انت عارف هادشي ترى بنت ليا ما بغيتيش تهمدي ما بغيتيش تلعني الشيطان ما خليتيش هادشي يدوز على خير ياك بغيتي تمشي للبحر سيري بوحدك ولدي غيبقى معايا كنخاف عليه ليغرق وليتي كتخاف على ولدك علال منين طاح لك هاد الحنان هذا انا ربا والوصي عليه ولا دا شي واحد ولا خباري غنديكلاري واخا تكون انت حريه ديري عقلك احسن لك هادشي اللي كديري فيه راه لعب دراري صغار ومشات اللي اتفقنا عليه مربع انا مصلحتك مصلحتي ناخذ حقي انا وخويا ماشي نتوما اللي غتوريو عليا شكون اللي خذا لك حقك اللي انت لا خوك سي العربي مسكين ديال كثر من جهدو الا نسيتي نفكرك انا اللي جبتك للتهامي الله يرحمه وداك حقك اللي كدوي عليا انا اللي غادي نجيبه لك سيري دخلي لدارك حسن لك وخليك عايشه معززه مكرمه انا بغيت نتدا انا خويا وبغيت نتاكا كامي ادخل داركم ولا نخرجك التهامي دابا لا بعد نخونا ما تبقايش تخدمي فينا كل مره على والو دخلي لدارك كلي وشربي عندنا الوقت السي العربي ما غاديش يفوتنا يلا تحركي زيد لداركم تحركي
صافا تشامي صافا ما والو اسمح لي باش نكشل لهنايا والله صاحبي ما حدك عيطت عليا حتى كاينه شي حاجه لوتات الاجواء قول لي اش كاين هاد الدار ما بقى فيها ما يعجب يدير داكشي اللي بغاو انت فنيان وما فيديكش ولا هنا يجي شو قدمت استقاله دايرين من داك البوست تنا شي بلاصه نبدل الجو الله يحفظك ودابا اسمعني شحال بالخاطر ما تقولش غير قهوه شي ريستو بار شي حاجه واحده اخرى انا معاك فيها كاين غير شي بلاصه نشمو الهواء نشمو غير الهواء مالك صاحبي عزيزك تبقى جالس في بلاصتك تهامي عيطت لك باش نبدل الجو ما تندمنيش ولا غنمشي في حالي ريح صاحبي صافي غنمشيو فين ما بغيتي ما يكون غير خاطرك لا ديماري حيدنا من هنا اش تقلق الله يرحمه توحشته بزاف عمري ما نقدر ننسى امين يا ربي ضليتي البارح غابر فين كنتي ما كان عندي شي غرض خصني نقضيه شي دواسه قدامك خصني نطرقهم تبارك الله عليك الله في راي كامله كدوي عليك ما شاء الله في راي ديالنا الله في راي البلاد كامله الصغير والكبير ساق الاخبار الكلب ديال حسن ما بقاش عند بولو جاب باش يصد الله في راي سيم الحمزاوي معيط لي بغيت الباي ديالي في الاوبال قلت لي كاين على القصد ديال بغيتي اجي يديه كامل دابا عاد بدينا راك ليا الفراجه العربي اللي مرضي الوالدين عمرو ما يخيب فاطمه عندك شي خبر على الشماته والميكروبه ديالو ماشي شي حاجه يلا خدوا غير شي مرشيات صغار ما فيهم ما يدار هذاك ديب والفعل اللي معاه ما كتشبعش غفل عليهم غير شويه تلقاهم كيشربوا قهوه مع الكبار العربي بغيت عينك ما تحيدش عليهم اي حاجه بغيت نعرفها خصني نرسلوهم ركابي باغي ليا على القصور فاطمه الا دخلنا في هادشي ديال التهراس غنجبدوا على راسنا الصداع علاش ما بداوش ما كيبغيش شي واحد يطيح كلمته راك عارفه يا ولكن الا تزيقوا الدروج ونشوفوا حسيمسي هادي حاجه اخرى ما غيدي ما غيجي بحد ولا ما بقيتيش كتعرف تسيق العربي تسيق الدروج انا مولاه وانا اللي كنعرف ليه وكيما كنت خدام مع باك راه خدام مع رتانتي ولكن باك الله يرحمه كان عاطي الاتقار لهاشمي وداود كيبغيش يدخل معاه بالصداع الا ما قلتيش ليهم نتا العربي ما عندهم اللي غيعرفوا واخا اختي فاطمه انا ما عليا غير نطيح انت امري وانا ندير لي بالك ما نرتاح العربي والناس في حالي في حال عباد الله تنخبر لهم الشقف كيفاش توصلي لهاد الشافه فاطمه خصك مازال تلقي عروقك وجدرك في لافيراي وتكوني ساريه من السواري وهادشي باش توصلي ليه خصك تخلي الهاشمي وداود يتيقوا فيك تبقيني علاش ما كتجاوبيش التليفون واش كنسالي الخدمه انا وكانتي بغيت نجاوب كنجاوب ما بغيتش ما كنجاوبش ولا كانت شي حاجه مهمه الا كانت شي حاجه مهمه غتصيفط لي ميساج غنقرا ونجاوبك ديك الساعه حكيم حكيم البنكير اللي كيجيب لي اخبارات ديال لي مارشي صحاح وهادي ابيل دوبر ديال واحد الوزير باغي يتباع بكلشي ليه
ارتاحيتي دابا ياك؟ مني شو ديزولي. ديزولي جي ميكسكيوز شو فريمون ديزولي. عادي. اصلا ما عندي ما نخبع. ما كنهضرش على دابا كنهضر على قبل. هي كتغير عليا. ما كتحب لي كتغير على فاطمة. اللي بيني وبين فاطمة سالا. شحال هادي. ولا بنت ليك تقربت منها في المدة الباغ غير حيت أولا ماما تولدي. وثانيا هذا واجب. الموت هادي. حتى أنا ما درت لك والو. كنت بين يديك. أنت اللي ضيعتيني. حتى شي حاجة ما ضاعت. مازال بين يديا. أوكي. خصناش نضيعو هاد المارشي. خصنا نخدمو هاد 3 أيام. هذا ماشي ثمن معقول. عطيني يومين نعطيك دوسي مقاد. بدا نشوف. أنا معاك. فاطمة. نعم. عندي لك اخبار سخونة عاد خارجة من فرحان. الله يسمعنا اخبار الخير. هذاك الديبومونيكتو ناويين يدخل في واحد المزايد على واحد الوزين. تأكد من هاد الخبار؟ 100% بحال شتا بعينك. ما عرفتوش ملي كيطيحوا على هاد المارشيات. مونيا كانت خدامة في بنكا. كاع لي كونتاك ديال الناس اللي كنخدموا معاهم الكليان كتعرفهم وكتفهم في الدومين. هاد لافير منها ولا ما منهاش؟ أفير عوا ما مناش ماشي شي وزين وزين صغير حنا كنلعبوا اللعب الكبير ما داكشي ديال الدراري الصغار جيب لي الدوسي ديال المزايده نشوف فاطمه الله يهديك جيب لي الدوسي ما ندخلوش في التخربيق بغيتي نحرم عليهم نحرم عليهم ولكن ما ندخلوش في الخوا الخاوي واه يلا ضربه ضربه قداك قداش خلينا نلعبوا مع الكبار والعين محطوطه عليك وهما تفرتي تخلي لك طوك الحمام هادوك ماشي حمام هادوك غربان وملي نقول لك دير واحد الحاجه ما تزيدش معايا الهضره ما كاينش النقاش ديرها واخا واخا ندير انت اللي تعرفي سلامة سيمانة ما شفناك أمدرا بردتي أختي أنت عارفاني عمري ما تخاصم معك أنا لشيني غبر عارفيني شاد شي عفير ورا ما غنجي حتى نساليها وساليتيها تسالات بوحدها مولني يغلب هاي أختك فاطمة تعاود تفضح شنو وقع عاود ليا سمعيني مزيان سليمان ومولني يدخلوا على واحد المزايدة ديال واحد الوزين بالمواكن ديالو الهضرة وصلت لفاطمة نطت هي بغات تدخل معاهم في المزايده وطلعت عليهم السوق صدقات هي دات لوزين والمواكن وحتى الارض وهاد لافير كامله راه ما بغاها حتى شي واحد رخيصه بزاف وهي حطات فلوس صحيحه وغادا تقول بواحد التقليب عمرها ما غتنساها في حياتها وكتقولها ليا وانت فرحان هادوك راه فلوس ولدي اللي كيتلحوا في الزبل خديجه فوق ما هضر معاك تقولي لي فلوس ولدي فهميني فين باغي نوصل شوفي دابا الهضره اللي غادا تدور في لافير شنو هي ضد سليمان غيرة في مونيا نات للا فاطمة خسرت فلوس صحاح فهمت دابا هادشي اللي درت غيقولوا غا تبرهيش ياك ايوا التبرهيش هذا ملي غادي يوصل للكبار كي غتولي تبان لهم هادشي دريه صغيرة هي واخا هكاك هادوك راه فلوس ولدي الوقت راه باغا المعقول خديجة قضية صدقيتي ما كتسالاش 20 عام وانت خدام معاهم عمرهم دخلوا على المارشيات صغار كيدخلوا على المارشيات الكبار الصحاح ديال بصح ولا هي بغات تجابه معانا زعما بغات تخرجنا من الدومين هي الوعره تسد علينا البيبان
ضيع فلوسها في الخوال خاوي، ضيق علينا المارشيات، ولكن عمرها اللي كانت لها. من مرة مودي الباح الفاتح شد فينا بجوج، هي بدات كتحفر لنا في قبرنا. كتحفر القبر اللي غندفناها فيه بيديا، تخيلتي لما سالات الشفرعين ديالها، انا اللي عارفه اش غندير معاها. تولي اعز ما عندي في حياتي، غنرجع نلحقك عليه طول الميكروب ديالك. مالك طيحتي النيفو؟ هاد نتوما لتحت ريبتي علينا السوق باش تخسرينا الفلوس انا وسليمان. وشنو المشكل؟ كان كيعجبني نلعب كره في الغيص وانا صغيره، والبيت زوين كيش ماركه في 90. حسنا جيت باش نقول لك الميساج وصل. زيد داكشي اللي بغيت. الله يعطيني بروديه النفس اللي عندك كتبقاي فيها. أنا وسليمان عايشين حياتنا. انتي وخط الله تسدي في البيبان غتصوري حتى حاجه. ماشي مشكل نتكرفص، تعلمت حيت كنجمع ديما الزبل باش نلوحو في البركاصه، كنلقي لافيراي. الا نسيتي نفكرك غتعطينا اتساع انا وسليمان، ولا هذاك الدوسي غادي يبان. دراعي حديد ما كيتلواش، على ما في خيلكم انتي وداك الشياطه ديالك سرجوه تبرد عليكم كاملين. هذاك الدوسي الا خرجتو غتخسري كلشي يا فاطمة. كان غيخسرنا. راه كلشي خالص، دوسينا نقي. نقي دوسيك اللي خانز بالفساد. ربحتي هاد الماتش. اللعب انا مولاتو، انا اللي كنبدا وانا اللي كنتسالي. شوف هادشي اللي كديري فيها فاطمة ما هواش لعب الدراري الصغار. اللعنات ديالك مع دخيتي وسليمان غيخسرك كلشي. شارية الأرض مساوية ويا بالنسبة للفلوس. هاد لافيرة بانت ليها عوة. العربي لا داك الشياطة ولا الكبار ديال لافيراي ولا أنت براسك غتعرفوا هاد الدماغ شنو فيه.
الزربان قاري خدام بلبيها مع كابي بلبي بلبيها.